بين الأساطير تدور الصراعات، قتال وحروب داخل الملعب وخارجه، يدرك كل منهم قيمة الآخر. وهنا أيضاً خصمين صديقين، ديدييه دروجبا وعصام الحضري. في طفولتي اتعرضت لإصابة في الركبة وأصر والدي على تركي للكورة بسببها، ومع الوقت حاولت كتير أقنعه إن أكمل لكن دون جدوى. ومع استنزاف الحلول اضطريت للتحايل، كنت بنط من شباك البيت ألعب كورة وهدومي تتوسخ، فأنزل الترعة أقطص قبل ما أرجع وكأني منزلتش من الأساس. لعبت على الأسفلت وعلى البلاط وعلى الخشب وعلى الرملة وكل أرضية ممكن تتخيلها، لحد ما وصلت للي أنا فيه، عصام الحضري اللي تعرفوه. طفولتي طبيعية، مليانة ضحك ولعب كورة حافي القدمين وحب مفرط لدييجو مارادونا. مفيش مسؤوليات ولا توقعات مرتفعة، لحد عيد ميلادي الخامس زيارة من راجل غيرت حياتي، عمي جوبا، جه ومعاه مراته اللي اتأخرت في الإنجاب، والهدف كان عرض تبنية وتربيتي في فرنسا لتخفيف الأعباء المادية على والدي. والحقيقة إني كنت منبهر بفكرة السفر، طفل ساذج ومش فاهم معنى الخطوة. قبل ساعات من الرحيل أدركت الحقيقة، المفروض إني أودع بيتي وأمي وصحابي ويمكن ما أشوفهمش تاني. بدأت أتشنج وتشبست بأمي، لكن دون جدوى القرار اتخذ وأرغموني على السفر، خطوة كانت بداية صناعة اسمي أنا، ديدييه دروجبا. معاناة الحضري كانت مع الفقر، ثم مع إقناع والده بلعب الكورة. في المقابل كان لدروجبا معاناة من نوع آخر، معاناة التغرب عن أهله اللي دفعوه بنفسهم لطريق الكورة أملاً في الهروب من شبح الفقر. من رحم المعاناة تولد الأساطير، وأسطورتين الإفريقيتين شاء القدر يجمعهم في مواجهات عدة. انتصر الإيفواري حيناً وفاز المصري في أحيان أخرى. الحضري ودروجبا، مواجهة كلاسيكية اتكررت كتير في كرة القدم الإفريقية. على أرض استاد اسكندرية التاريخي كانت المواجهة الأولى بين الحضري ودروجبا، لأول مرة بيتبارى النجمين دفاعاً عن قميص بلاديهما. لكن الغلبة وقتها كانت للإيفواري، وربما هو الانتصار الوحيد ذات القيمة ليه على سد مصر العالي. فازت كوتيفوار على مصر بهدفين مقابل هدف في تصفيات كأس العالم 2006، وسجل دروجبا أول هدف في مواجهته الأولى ضد الحضري. 1-0 لدروجبا ضد الحضري، مش في المواجهات المباشرة بس، لكن كمان في تحقيق الأحلام، لأن الفوز كان تمهيد لتأهل كوتيفوار لكأس العالم وتحقيق حلم دروجبا مقابل تأجيل حلم الحضري. تأهل كوتيفوار ودروجبا لكأس العالم ما كانش هيتحقق إلا بمساعدة الحضري نفسه. الحضري ما لعبش ماتش العودة في أبيدجان، لكنه كان حاضر في الليلة الأهم، ليلة حسم مصر لتأهل كوتيفوار إلى كأس العالم من ألبيا ويندي. فاكرين شعوركم في ماتش مصر والكونغو الحاسم للتأهل إلى كأس العالم 2018؟ لحظة تسجيل هدف صلاح الأول، ثم التعادل المتأخر للكونغو، وكلمات مدحت شلبي حرام 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 حرام، بعدها ركلة الجزاء في الدقيقة 95، انفعالاتكم مع تسجيل صلاح للهدف. أحداث 8 أكتوبر 2017 كانت تكرار حرفي لأحداث 8 أكتوبر برضو قبلها ب 12 سنة، لكن في سيناريو لم يكتمل لصالح الكاميرون ضد مصر. مصر بتلعب دور الكونغو، والكاميرون هي مصر 2017. دوالا سجل للكاميرون، وتعادل محمد شوقي المصري من عرضية ضالة في الدقيقة 79، زي اللي تعادلت منها الكونغو قصاد مصر بالظبط. عم السكوت أرجاء ملعب أحمدو أهيديجو، تماماً زي اللي حصل في برج العرب. لكن الكاميرون ما فقدتش الأمل، تماماً برضو زي انفعال صلاح بعد الهدف. وفي الدقيقة 94 حصلت الكاميرون على ركلة الجزاء بعد مخالفة ضد عمرو زكي،
بيير ويبو اتقدم وسدد. الحضري ما صدهاش لمصلحة دروجبا، لكن قائم الحضري كان في صف الإيفواريين وما كانش رحيم بالحضور. دروجبا بيحكي: قبل المباراة كلمني صديقي ميدو، قال لي ما تقلقش احنا هنوصلكم لكاس العالم، مصر كعبها عالي على الكاميرون. قلت له انا واثق اننا هنكسب السودان، لكن مش واثق بصراحة من عدم خسارتكم قصاد الكاميرون في ياوندي. كسبنا السودان وتلمينا في نص الملعب بنسمع اللحظات الأخيرة من مباراة الكاميرون ومصر، وإذا بالمعلق بيقول قلعنا ضرب الجزاء للكاميرون. أحمد وطارة اقترح ندعي لربنا، وفجأة ضاعت ركلة الجزاء، إحنا في كاس العالم. في الليلة دي كان الحدث أهم وأقيم للإيفواريين من التأهل الأول تاريخياً لكاس العالم. دروجبا لقى كاميرا ومايكروفون قصاده، أخدهم وبدأ يتكلم. رجاءً اسمعوني، شعب كوتيفوار من الشمال والجنوب، من المشرق والمغرب، اليوم أثبتنا أننا نستطيع التوحد خلف هدف واحد وأن نحققه. قبل مباراة اليوم اتفقنا كفريق على جلب الفخر الكوتيفوار وجلب السعادة للبلاد، وعملنا كلنا على قلب رجل واحد، والآن نطلب منكم أنتم أيضاً. ونزلت على ركبتي ومن ورايا كل اللاعبين وقلت لهم: البلد الوحيدة في إفريقيا اللي تمتلك كل هذه الأشياء الثمينة لا يمكن أن تغرق في الحرب بهذه الطريقة، أرجوكم اخفضوا أسلحتكم ونظموا انتخابات توحدكم. الحقيقة إني ما تخيلتش تكون كلماتي مؤثرة كده في شعبي، كل اللي كنت متأكد منه هو إني كنت بتكلم من قلبي وفي لحظة خاصة ليا ولشعبي. دروجبا في كتابه شكر ميدو على المكالمة، لكن الحقيقة إن الحضري وشوقي كانوا هم أبطال تأهل كوتيفوار. إلى هنا كان الحضري مصدر سعادة دروجبا، لكن الأمر سيتحول تماماً. المواجهة التانية كانت في 2006 في مصر، وتحديداً في نهائي كأس الأمم الأفريقية على استاد القاهرة، ووسط حضور حوالي 80,000 متفرج. 120 دقيقة من تبادل الهجمات والقتال على أرض الملعب، ثم كان الاحتكام في النهاية إلى ركلات الترجيح. أحمد حسن سجل وجه الدور على دروجبا، لكن 2006 كانت نقطة التحول في مسيرة الحضري. عصام اللي واجه دروجبا قبل سنتين مختلف تماماً عن من سيبدأ الرحلة الآن. الحضري تصدى ركلة دروجبا عشان تكون بوابة مصر للحصول على كأس الأمم الإفريقية للمرة الخامسة. المواجهة الثالثة كانت ودية في أبيجان وانتهت بالتعادل، لكنها كانت مجرد إعداد من أجل الحدث الأكبر، أمم إفريقيا 2008. دروجبا حقق حاجات كتير: تأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخ بلده، سجل في كأس العالم، وإنجازات لا تحصى في أوروبا، ومش ناقصه غير التتويج بأمم إفريقيا مع كوتيفوار. في ربع النهائي فازت كوتيفوار على غينيا بخماسية، واحتفل دروجبا بثقة كبيرة: هذه المرة ستكون البطولة لنا. الحضري في المقابل كان بيقود مصر لنص النهائي بعد الفوز على أنجولا، وعشان يتجدد نهائي النسخة السابقة لكن في نصف النهائي المرة دي. لعبت العديد من المواجهات الصعبة في إفريقيا، لكن اللي فضل في ذاكرتي بشكل خاص هو حواراتي الثنائية مع عصام الحضري. اللي بيميز الحضري هو إنه من مدرسة القديمة للحراس، مدرسة الارتجال والابتكار، بجانب إنه قوي جداً على الخط، وده بيخلي مهمة أي مهاجم أكتر من صعبة. تصريحات دروجبا دي بيفسرها مواجهتهم في 2008. تصدي الحضري الأسطوري كان رسالة لدروجبا: لن تحرمني من كتابة التاريخ. والنتيجة مرة تانية بيفشل دروجبا في تحقيق حلمه في الفوز بأمم إفريقيا، ويكون الحضري هو البطل. إخفاق تكرر في 2010 تاني بتوديع البطولة قصاد الجزائر في ربع النهائي عشان يتفتح الطريق لمصر وتكون البطل للمرة السابعة في تاريخها والتالتة على التوالي، ولقب رابع
للحضري بشكل خاص، وتكرر تاني في 2012 لما وصل دروجبا للنهائي للمرة التانية وخسر بركلات الترجيح. كأن الحظ لم يرد لدروجبا التتويج بهذا الإنجاز. انتهت مسيرة دروجبا مع أمم إفريقيا، اعتزل كرة القدم دون ألقاب مع منتخب بلاده، لكن مع 3 مشاركات تاريخية في كأس العالم. وفي المقابل حصد الحضري أمم إفريقيا في 4 مناسبات، 1998 و2006 و2008 و2010. لكننا وصلنا ل 2013 والحضري كمان بعد عن منتخب مصر من غير ما يحقق حلمه، التأهل لكأس العالم. وبعد سنوات عاد الحضري لمنتخب مصر، وما كانش مجرد تواجد لكنه كان حاضر ومؤثر في قيادة المنتخب لكأس العالم 2018. وفي البطولة كانت المشاركة أمام السعودية والتصدي لركلة جزاء لحظات جعلته يكتب الجزء الوحيد الناقص في تاريخه ومسيرته الحافلة مع الفراعنة. الحضري حقق حلمه مع الكورة، ولو إن دروجبا أخر اعتزاله لربما كان القدر رحيماً بيه وساعده يشارك في إنجاز فوز بلاده بأمم إفريقيا 2015. لكن النهايات السعيدة ليست حاضرة دائماً. بكل تأكيد الحضري يعتبر أسطورة، فمش طبيعي يقدر أي لاعب يشارك في نهائي أمم أفريقيا وهو عمره 44 سنة. هتواجد في روسيا لمشاهدة كأس العالم، ولتشجيع الحضري بشكل شخصي. هو شخص يستحق التشجيع. ده كان كلام دروجبا عن الحضري بعد تأهل مصر لكأس العالم 2018. الحضري ودروجبا أسطورتين اعتزلوا كرة القدم، لكنهم سيبقوا في ذاكرة إفريقيا بتاريخهم العظيم وباللي قدموه لكرة القدم.